بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن آفاق 19، الرقم 19. من عجائب القرآن أن أول آية ذكرت فيه هي بسم الله الرحمن الرحيم. عدد حروف هذه الآية 19 حرفا. قد تكررت هذه الآية في القرآن كله 114 مرة من مضاعفات العدد 19. طبعا لو ضربنا 19 ضرب 6، وأول كلمة فيها هي بسم وآخر كلمة هي الرحيم، العجيب جدا أن كلمة بسم تكررت في القرآن كله 134 مرة، وكلمة الرحيم تكررت في القرآن كله 227 مرة، والمجموع 130 زائد 227 يساوي 361، أي أن 19 ضرب 19 النتيجة 361. طبعا النتيجة مذهلة، لا يمكن أن تأتي بالمصادفة، تشهد على دقة وأحكام كلمات القرآن الكريم. والله أعلم.